هزم المماليك بقيادة قنصو أمام العثمانيين عام 922 في مرج دابق، موقعه مرج دابق. سيطر العثمانيون على مصر عام 923 بعد معركة الريدانة أو الريدانية. سيطر العثمانيون على مصر في عام 923 بعد معركة الريدانية. صاحب كتاب سير أعلام النبوة أو سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي. صاحب كتاب سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي. ابن منظور من أبرز العلماء في اللغة والأدب، ومن أشهر مؤلفاته معجم لسان العرب. هو ابن منظور. المدرسة الظاهرية من أشهر المدارس. المدرسة النظرية أو المدرسة الظاهرية التي أسسها بيريس من أشهر المدارس التي بناها المماليك والتي أسسها بيريس المدرسة الظاهرية. 699 تنسب الدولة العثمانية إلى عثمان الأول بن أرطغرل الذي تمكن من تأسيسها عام 699. العصر الذهبي للدولة العثمانية سياسيا وعسكريا في عهد السلطان سليمان القانوني. أرخان بن عثمان فتح مدينة بورصة عام 730. أرخان بن عثمان من اتخذ لقب السلطان من الحكام العثمانيين. أرخان بن عثمان اتخذ لقب السلطان. لقب بسلطان البرين والبحرين محمد الفاتح سلطان البرين والبحرين. الصدر الأعظم منصب في الدولة العثمانية يعدل رئاسة الوزراء ويأتي في المقام الثاني بعد السلطان. الصدر الأعظم هو هذا المنصب الذي يأتي ثانيا بعد رئاسة الوزارة. هو المنصب الصدر الأعظم. بعد التوغل العثماني في أوروبا استولى على غاليوبي المطلة في مضيق الدندريل. أرخان بن عثمان بعد التوغل العثماني في أوروبا واستولى على غاليوبي في المنطقة في مضيق الدندريل. أرخان بن عثمان توغل في البلقان وفتح أدرنة واتخذها عاصمة له. مراد الأول. انتصر السلطان بايزيد على المجيرين والتجمع الأوروبي بعد معركة نيكوبولس. انتصر السلطان بايزيد على المجرين في معركة نيكوبولس. حاصر القسطنطينية وتمكن من فتحها عام 857 وأصبحت عاصمة العثمانيين وتعرف باسم إسطنبول. محمد الثاني. أشهر المعارك التي قادها السلطان سليمان القانوني وانتصر فيها على المجرين وقتل ملكهم مهاكس هي أشهر المعارك التي قادها سليمان القانوني. معركة مرج دابق حكم العثمانيون الشام ومصر بعد انتصارهم على المماليك في معركة مرج دابق. خير الدين بربروسا قدم ولاءه للسلطان العثماني عام 925 فأقره على حكم الجزيرة
على حكم الجزائر خير الدين بربروسا، خير الدين بربروسا. 908 أنشأ إسماعيل الصفوي الدولة الصفوية عام 908 أنشأ إسماعيل الصفوي الدولة الصفوية عام 908. الدولة الصفوية أنشئت عام 908. انتصر العثمانيون على الصفويون عام 920 في المعركة جالديران. ديار بكر وكردستان. استطاع العثمانيون بعد انتصارهم على الصفويين ضم منطقتي ديار بكر وكردستان. سليمان القانوني. بدأت الامتيازات الأجنبية في عهد السلطان سليمان القانوني. بدأت الامتيازات الأجنبية في عهد السلطان سليمان القانوني. كارلوفيتش معاهدة تمت بين العثمانيين والنمسا وأوروبا وبولندا عام 1110. خسر فيها العثمانيين معظم أراضي المجر. كارلوفيتش. النمسا تمت معاهدة باسروفيتش عام 1131 بين النمسا والدولة العثمانية. بسافروفيتش معاهدة بسافروفيتش عام 1131 بين النمسا والدولة العثمانية. بسافروفيتش أكثر المعاهدات إذلالا للدولة العثمانية وإهدارا لسمعتها في أوروبا. الويه والولايات. قسم العثمانيون البلاد إلى ألوية وولايات. قسم العثمانيين البلاد إلى ألوية وولايات. مؤسس الفرقة الإنكشارية أرخان بن عثمان. الطوبجية. اهتم العثمان بسلاح المدفعية فانشأوا فرقة أعرفت باسم الطوبجية. اهتم العثمانيون بسلاح المدفعية فأنشأوا فرقة عرفت باسم الطوبجية. اللغة العربية اعتمدها العثمانيون في كتابة الوثائق الدولية والمراسلات، وهي اللغة العلمية عندهم. عبد الرحمن الجبروتي أبرز كتاب التاريخ في العصر العثماني، وهو صاحب كتاب عجائب الآثار والتراجم والأخبار. عبد الرحمن الجبروتي. ازدهرت علوم الطب في عهد السلطان محمود الثاني. ضريبة العشور من مصادر الدخل في الدولة العثمانية. سنان باشا مهندس معماري تركي سخر حياته خدمة لفن العمارة. سنان باشا كان معماري ومهندس معماري تركي. سنان باشا. ضريبة العشور هي كانت من مصادر الدخل في الدولة العثمانية. ولد الشيخ محمد بن وهاب محمد بن عبد الوهاب في العيينة. محمد المجموعي من أشهر شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البصرة. محمد المجموعي من العوامل التي أثرت على الشيخ محمد عبد الوهاب البيئة التي عاش فيها. أول بلدة جهدت التطبيق العملي لدعوة الشيخ الإصلاحية العيينة. أول بلدة شهدت التطبيق العملي لدعوة الشيخ الإصلاحية العيينة. المنطقة التي ولد فيها كانت أول بلد شهدت التطبيق العملي للمشروع الذي كان يتبناه. التطبيق العملي لدعوة الشيخ الإصلاحية هي في العيينة. هدم القباب البدعية. تأثر أمير العيينة بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأمر بتنفيذ أوامره، ومنها هدم القباب البدعية. باتفاق الدرعية. الاتفاق الذي تم بين الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب سمي باتفاق الدرعية. حمل أمير الدولة السعودية الأولى لقب الإمام. أكبر أبنائه في الدولة السعودية الأولى يختار الإمام أكبر أبنائه ليكون وليا للعهد.
ليكون وليا للعهد أكبر أبنائه. الجيش في السعودية الأولى كان الجيش في السعودية الأولى كان مرتزقة. تعرضت الدولة السعودية الأولى لهجوم بني خالد بقيادة زعيمهم عريعر بن دجين. المكارمة بنجران هزمت الدولة السعودية الأولى أمام حسن هبة الله زعيم المكارمة بنجران. تولى الإمام عبد العزيز بن محمد مقاليد الحكم عام 1179 تولى الإمام عبد العزيز محمد مقاليد الحكم على عام 1179 عبد العزيز بن محمد تولى الحكم عام 1179. سيطر الإمام عبد العزيز على الرياض عام 1187. أبرز قادة السعودية الأولى إحجيلان بن حمد هو أبرز قادة السعودية الأولى. قاد سعود بن عبد العزيز حملة كبيرة وتمكن من ضم الأحساء عام 1207. سعود بن عبد العزيز قام من ضم الأحساء عام 1207. كان ضم الأحساء تحت حكم السعودي رغبة في القضاء على زعامة بني خالد. استطاع سعود بن عبد العزيز ضم الأحساء عام 1207. كان موقف أشراف الحجاز من الدعوة عدوانيا. عثمان المضايفي انضم للدولة السعودية وسيطر على الطائف ففتح الطريق لمكة. تمت الصلح بين السعودية والشريف عام 1221 على أن يبقى في أمارته. 1221 أعلنت المدينة ولاءها للسعوديين عام 1220. من الأسباب التي سهلت السيطرة السعوديين على عسير السيطرة على بيشا. زعيم انضم إلى الدعوة الإصلاحية فمهد السعوديين ضم عسير عبد الوهاب أبو نقطة مهد للسعوديين ضم عسير. وادي الصفراء ألحقت القوات السعودية الهزيمة بحمل الطوسون في وادي الصفراء. 1227 استسلمت المدينة المنورة لحمل الطوسون سنة 1227. أول عمل قام به محمد علي عندما قدم للحجاز القبض على الشريف غالب. توفي الإمام سعود عام 1229. أول عمل قام به محمد علي عندما قدم إلى الحجاز القبض على الشريف غالب. وفاة الإمام سعود من أسباب ضعف الجبهة السعودية أمام طوسون. وفاة الإمام سعود. إبراهيم باشا جهز محمد باشا حملة كبيرة بعد حملة طوسون بقيادة ابنه إبراهيم داء باشا. محمد علي باشا ابنه إبراهيم باشا وجهز حملة كبيرة بعد حملة طوسون بقيادة ابنه إبراهيم باشا. بعد هزيمة الإمام عبد الله أمام إبراهيم باشا تراجع إلى عنيزة. ثلاثة أشهر ضرب إبراهيم باشا حصارا على مدينة الرس استمر ثلاثة أشهر. سقطت الدولة السعودية الأولى سنة 1233. آخر أئمة الدولة السعودية الأولى عبد الله بن سعود. آخر أئمة الدولة السعودية الأولى عبد الله بن سعود. 1234 قتل الإمام عبد الله بن سعود بعد محاكمة صورية. 1234. أول محاولة إقامة دولة في نجد بعد سقوط الدولة السعودية الأولى. محمد بن مشاري بن معمر. حاول إقامة الدولة في نجد. بعد هجوم القوات العثمانية العثمانية توجه الإمام تركي إلى بلدة الحلوة. 1240 قامت الدولة السعودية الثانية سنة 1240. عاصمة الدولة السعودية الثانية الرياض.
الإمام يطلق على الأمير الحاكم في الدولة السعودية الثانية لقب الإمام. إسماعيل بك أرسل محمد علي إلى القصيم حملة تحت راية خالد بن سعود. إسماعيل بك إسماعيل بك وجعل القيادة الفعلية بيد إسماعيل بك. انسحب خورشيد من الجزيرة العربية بموجب معاهدة لندن عام 1156. انسحب خورشيد من الجزيرة العربية بموجب معاهدة لندن. ثارت قواته على خالد بن سعود واستولى على الحكم عبد الله بن ثنيان آل سعود. توفي الإمام فيصل بن تركي سنة 1282. توفي الإمام فيصل بن تركي سنة 1282. انتصر الإمام عبد الله بن فيصل على سعود بن فيصل في معركة المعتلة. انتصر سعود بن فيصل على الإمام عبد الله في معركة جودة. والإمام فيصل انتصر على سعود بن فيصل في معركة المعتلة. الإمام بن فيصل فاز في المعتلة وسعود بن فيصل فاز في جودة. استطاع السيطرة على الرياض وإسقاط الدولة السعودية الثانية محمد بن عبد الله بن رشيد. سقطت الدولة السعودية الثانية سنة 1309. الصريف انهزمت حملة أمير الكويت أمام قوات ابن رشيد في معركة الصريف. عبد الله بن عبد العزيز أو عبد العزيز آل رشيد هزم أمير الكويت مبارك الصباح في معركة الصريف أمام عبد العزيز آل رشيد. هزيمة أمير الكويت انسحب الملك عبد العزيز بعد حصاره حامية الرياض بسبب هزيمة أمير الكويت. انسحب الملك عبد العزيز عندما هزم أمير الكويت. قبل أن يدخل الملك عبد العزيز الرياض توجه برجاله إلى واحد بيرين. استطاع الملك عبد العزيز استعادة ملكه أو ملك آبائه صباح الخامس من شوال عام 1319. انشغل ابن رشيد باحتلال الكويت فوسع عبد العزيز نفوذه في نجد. دخل عبد العزيز عنيزة سنة 1322. أين وقعت معركة الشنانة القصيم؟ هزم عبد العزيز بمتعب بن رشيد وقتل سنة 1324 في معركة روضة مهنة. ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثين سيطر عبد العزيز على الهفوف والقطيف. عام 1331. آخر حكام الرشيد قاتل عن حائل حتى هزم سنة 1340. محمد بن طلال قاتل عن حائل حتى هزم 1340. انتصر على حسن بن عائض ودخل أبها سنة 1341. فيصل بن عبد العزيز تربة والخرمة نشب الخلاف بين الملك عبد العزيز والشريف حسين بسبب النزاع حول واحتي تربة والخرمة. 1344 أحكم الملك عبد العزيز سيطرته على مكة وجدة عام 1344. حكم الهجران وجمعته بالملك عبد العزيز علاقة ود واحترام محمد علي الأدريسي. 1351
1351 دخل جازان تحت الحكم السعودي. متى تم الإعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية؟ 26 جمادى الأولى سنة 1351. 1353 أصبحت السعودية تسمى بالمملكة العربية السعودية. ولد الملك عبد العزيز في قصر الإمارة بالرياض 1293. أقام الملك عبد العزيز في الكويت 10 سنوات. الكويت، ولد الملك سعود بن عبد العزيز في الكويت. الملك سعود بن عبد العزيز بالكويت. أصبح فيصل بن عبد العزيز وليا للعهد بعد وفاة الوالدة الملك عبد العزيز. 1388 توفي الملك سعود عام 1388. ولد الملك فيصل في الرياض عام 1324. من المناصب التي تولاها الملك فيصل في عهد أبيه نائب الملك في الحجاز. 1395 اغتيل الملك فيصل سنة 1395. من الوزارات التي استحدثت في عهد الملك خالد وزارة الكهرباء. بعد وفاة الملك فيصل بن عبد العزيز توج أخوه خالد بالملك عام 1395. توج أخوه خالد عام 1395. توفي الملك خالد سنة 1402. أول وزير للمعارف في المملكة هو الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين. استبدل الملك فهد نفسه بلقب صاحب الجلالة بخادم الحرمين الشريفين. خادم الحرمين الشريفين. 1426 توفي الملك عبد الفهد بن عبد العزيز ودفن في مقبرة العود سنة 1426. 1426 توفي الملك عبد العزيز الملك فهد بن عبد العزيز. عبد الله بن عبد العزيز تولى رئاسة الحرس الوطني عام 1384 إلى أن أصبح ملكا. 1384 عبد الله بن عبد العزيز. 1426 بويع الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله ملكا للبلاد. بويع الملك عبد الله بن عبد العزيز ملكا للبلاد عام 1426. زاد عدد الجامعات في عهد الملك عبد العزيز الملك عبد الله بن عبد العزيز 28 جامعة. زاد عدد الجامعات في عهد عبد الله الملك عبد الله 28 جامعة. توفي الملك عبد الله بالرياض ودفن فيها سنة 1436. تولى الملك سلمان عدة مناصب واستمر لأكثر من 5 عقود في منصب إمارة الرياض. تولي الملك سلمان حفظه الله عدة مناصب واستمر لأكثر من 5 عقود في منصب إمارة الرياض. 1436 بويع الملك سلمان ملكا للبلاد سنة 1436. وتم وضع النظم الإدارية للمملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز. النظم الإدارية وضعت في عهد الملك عبد العزيز. أول من تولى منصب وزارة الخارجية باسمها الجديد فيصل بن عبد العزيز سنة 1349. بلغ عدد الوزارات في عهد الملك خالد إلى 20 وزارة. عهد الوزارات في الملك خالد 20 وزارة. أنشأت إدارة المعارف العامة في عهد الملك عبد العزيز سنة 1344. جامعة الملك سعود أول جامعات المملكة العربية السعودية. أنشأت في الرياض وكانت أول كلية عسكرية بالسعودية كلية الملك عبد العزيز الحربية. جامعة أم القرى، ما هي أول جامعة أسست بالمملكة؟ جامعة أم القرى. أنشأت في الرياض وكانت أول كلية عسكرية بالسعودية كلية الملك عبد العزيز الحربية. مصلحة الصحة العامة النواة الأولى لوزارة الصحة السعودية أنشأت عام 1343. مصلحة الصحة العامة. أنشأ الملك عبد العزيز إدارة خاصة للمحاجر الصحية في جدة. مما قام به الملك عبد العزيز من أعماله في المسجد الحرام أسس مصنع لكسوة الكعبة. فرش صحن المطاف الحرم
برخام لا تؤثر فيه الحرارة على عهد الملك فهد. تم في عهده تطوير منطقة الجمرات الملك عبد الله تطوير منطقة الجمرات في عهد الملك عبد الله.